السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس كتير قوي طلب مني ازاي اقدر احول الصوت او الفيديو لنص مكتوب، بالتالي تقدر تستخدم السكريبت ده يبقى مصدر دخل ليك انت، او حتى كمان انت بتستخدم السكريبت علشان انت بتصنع محتوى على اليوتيوب او منصات التواصل الاجتماعي. هنلاقي مع بعض كده في الفيديو ده نستخدم الاي اي او الذكاء الاصطناعي علشان يحول لنا الصوت او الفيديو لنص مكتوب، وكمان يعمل لنا تفريغ للكلام اللي موجود داخل الفيديو. يلا بينا كده نبدأ الشرح، لكن ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة. يلا بينا نبدأ كده مع بعض على فيسبوك بيزنس. اول حاجة بتدخل عندك على الفيسبوك بيزنس زي ما انت شايف كده، وبعد كده بتفتح اي صفحة عندك موجودة على الحساب بتاعك. اكيد في الحساب بتاعك اي صفحة، لو ما عندكش اي صفحة اعمل انشاء حساب، وبعد كده بتخش عندك في الرابط اللي سيبولك في الوصف او التعليقات. دلوقتي بتروح عندك على حاجة اسمها انشاء منشور، بتضغط عليها ضغطة كده، وبعد كده بتستنى لحد ما يظهر لك الصفحة اللي قدامك دي، ومن هنا بتروح عندك على الفيديو اللي انت عاوز تعمله تفريغ للكلام بتاعك. بعد كده بترفعه عندك على ادوبي بريمير او الكاب كات او الافتر افكت، اي حاجة انت محتاجها. يعني على سبيل المثال انا هرفع معاكم الفيديو زي ما انت شايف كده، نرجع كده تاني للفيديو. بعد كده بقوم رايح رافع الفيديو هنا، وبعد ما يترفع معايا الفيديو بالشكل ده كده بروح عندي على حاجة اسمها فايل زي ما انت شايف، وبعد كده بضغط عندي على اكسبورت، ومن هنا بضغط عندي على الميديا، ومن هنا بقى بتختار ارضى جودة في الفيديو، يعني بتختار جودة رديئة جدا اللي هي تقريبا 15 FPS زي ما انت شايف كده بصيغة 3GPP. تمام، اضغط عندي ضغط عليها كده. طبعا لو انت بتستخدم كاب كات او اي برنامج تاني تقدر تقلل بس جودة الفيديو، لانك انت مش هتحتاج الا الصوت بس. فانت بعد كده بتضغط عندك على تحديد الكلام، بتحدد الكلام الخاص بيه وترفعه على الديسكتوب، ومن هنا بقول له سيف واقول له هنا اكسبورت، وبتستنى حوالي دقيقه لحد ما يعمل رندر للفيديو بتاعنا. تقريبا مش هياخد معاك دقيقه او اقل كمان على حسب مده الفيديو بتاعك انت، وبالتالي انت كده هتقلل حجم الفيديو وبتسرع كمان رفع او عمل ابلود داخل الموقع بتاعنا. الموقع ده بيعتمد على الذكاء الاصطناعي علشان تقدر تستخدمه وتحول الكلام لنص مكتوب، او تحول الكلام داخل الفيديو الى نص مكتوب. دلوقتي بضغط عندي على كلمة إضافة فيديو بعد ما يعمل رندر معايا كده، خلص الرندر. هضغط عندك على كلمة إضافة فيديو وتقول له تحميل من الكمبيوتر، وبعدين بتروح عندك على الديسك توب تاني وبتحدد الفيديو اللي احنا اخترناه، اختار all files زي ما انت شايف كده، وبعد كده بتختار الفيديو بتاعنا راح فين. هذا الفيديو بتاعنا زي ما انت شايف كده، هضغط عليه ضغطتين وعلى طول بيتم تحويل او رفع الفيديو على منصة او الصفحة بتاعتنا. طبعا انت محتاج تعمل تفريغ للكلام. طب فين تفريغ الكلام بقى؟ تعالوا هنا كده بعد ما يعمل تحميل زي ما انت شايف كده ال 100%، بضغط عندك على كلمه تحسين اللي موجوده تحت دي، انا هحاول اعلم لك عليها كلمه تحسين، ومن هنا بتروح عندك على كلمه الاعدادات دي، بتضغط عليها ضغطه وبعدين بتخرج تاني، وبتستنى لحد ما يقول لك جاري المعالجه بنسبه، طبعا بيكتب هنا 19% 22، بقول لك يمكن حفظ او نشر الفيديو، احنا مش عايزين بس اللي هو يفرغ لنا الكلام من الفيديو بتاعنا. هنا قال لك تم الانشاء تلقائيا، وكل ده بيتم عن طريق الذكاء الاصطناعي زي ما وضحت لك. تضغط عندك تاني على الاعدادات، هتضغط عليها ضغطه كده، وبعد كده بتروح عندك على الثلاث نقط اللي موجودين في الجنب دول، وهتنزل تحت كده شويه. تمام، هتنزل تحت دي شويه كده، بتضغط عندك على كلمه تنزيل زي ما انت شايف كده، وعلى طول هيظهر لك هنا الكابشن الخاص بالفيديو بتاعك، مجرد بس ما بتضغط عليه ضغطه كده. طبعا ممكن نفتحه باي صيغه او اي ملف احنا عايزينه، مثلا النوت باد. تمام، وبنضغط عليه نقول له هنا فتح. زي ما انت شايف كده في كل ثانيه وكل دقيقه بدا يعمل تفريغ للكلام اللي انت محتاجه. طبعا تقدر تنسخ الكلام ده توديه على الذكاء الاصطناعي، ممكن نقول له هنا كنترول سي. على سبيل المثال رحت لمنصه شات جي بي تي وقلت له هنا من فضلك قم بفصل الكلام فقط عن اي توقيت او ارقام، وممكن اعمل اقواس كده زي ما انت شايف، احاول كده اعمل اقواس. تمام، وبعد كده بضيف الكلام كله اللي انا او الكابشن اللي انا عملته داخل الفيديو نفسه. طيب بضغط عندي على انتر كده، وبيبدا هو يعني مثلا بيبدا زي ما انت شايف كده بيفصل لي الكلام عن الارقام دي زي ما انت شايف كده، اللي هو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تعالوا بيه كده اقول لك على افضل منصه وافضل موقع بيحول النص لصوت بالذكاء الاصطناعي. طبعا نطلع فوق كده شويه، هنا أول حاجة خالص قال لك هنا في الأول خالص، تعال نشوف هنا كلام اللي أنا بحاول الصوت أو أي صوت بالظبط ألغي المستخدمين لو نسيت كلمة السر. طبعا هو بيبدأ يفصل الكلام ده كله زي ما أنت شايف كده، ننزل تحت خالص
طبعا البدايه تقريبا من تحت لفوق او من فوق لتحت. طيب تمام، زي ما انت شايف كده هو عمال تفريغ للكلام بالشكل ده كده، ممكن تنسخ الكلام ده وترفعه. طيب ونفترض ان انا لقيت فيه كلمه غلط، يعني مثلا بالذكاء الاصطناعي بالزين، ممكن اقول له من فضلك زي ما انت شايف كده صحح الكلام مثلا والذكاء، تمام، بضغط عندي على انتر وبيبدا بقى يصحح كلمه، يعني مثلا عندي الذكاء الاصطناعي هنا وعندي كلمه مثلا، يعني مثلا بيكتبها بالسين مش بالت، ندور عليها كده اهي زي دي كده، تمام، بيكتبها بالسين مش بالسه، فهو الذكاء الاصطناعي يبدا يكتب لك الكلام ده من تاني وكمان بيصححه لك، وتقدر تنسخ السكريبت ده تضيفه عندك على اي محتوى انت بتستخدمه. وكده كنا بنتكلم على طريقه تفريغ الفيديو او الكلام من الفيديو او الصوت بطريقه سهله جدا وبسيطه. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش دعمني بلايك وسبسكرايب للقناه، ولو احتجت حاجه اتواصل معايا في التعليقات وانا هرد عليك ان شاء الله. دمتم بخير، سلام.